قول لي حضرتك انت جنسيتك ايه بالظبط؟ سوري. وحضرتك بتشتغل ايه هنا في مصر؟ سواق. سواق على العربيات الفولكس هنا في شارع فيصل؟ اه. تمام، بقالك قد ايه سواق على العربيه الفولكس؟ بقالي سنتين. انت حضرتك مبسوط في مصر بعد ما سبت سوريا؟ بامانه والله. والله بامانه بلدي مش هلاقي اغلى منها. اكيد. بس هنا احسن من اي بلد تانية دلوقتي بالنسبه لي انا. قول لي حاجه واحده بس حلوه في مصر قابلتها. الشعب الطيب. المصريين شعب طيب. شعب طيب. طيب وقول لي حاجه سلبيه قابلتك في مصر. ازاي اللي ضايقك؟ يعني حاجه ضايقتك، حاجه زعلتك. يعني موضوع الاقامه، العذاب بالاقامه بس. انت حضرتك تقول ايه للشباب المصري اللي قاعد في البيت وما بيشتغلش؟ انا بقول له انه يطلع يشتغل ويقصد باب ربنا، وربنا ما بخيب. اي واحد عايز يشتغل بيعيش. عندكم مصر بيقولوا في بطاله شغل، يعني انه ما فيش شغل. لا، في شغل، بس هم بيكونوا مش عايزين يشتغلوا، اللي بيقول لك ما فيش شغل. تمام. وبيحملوا المسؤوليه كامله للحكومه. لا، انت روح اشتغل وربنا بيكرمك. انت حضرتك قعدت في مصر قد ايه على ما لقيت شغل؟ اسبوع. اسبوع واشتغلت؟ اسبوع واشتغلت، وجالي شغل بشركه. لو عايز اشتغل بشركه كنت اشتغلت بشركه. كانت شركه ايه بالظبط؟ شركه تصليح ادوات اللي بيصوروا تصوير ورق. تمام. بس انا لقيت انه يعني مش هتجازي معايا. الفولكس احسن. فولكس احسن بما انه عندي عيله كبيره. يعني انت عيله حضرتك كم فرد؟ 8. والفولكس بيكسبك كم في اليوم؟ والله بركة ربنا ما اعرفش بالظبط، بس مستورة الحمد لله. يعني رقم تقريبي بس علشان لازم الناس تعرف. والله انا ليا بيطلع لي 70 80 90 70. وانت قادر تعيش بالفلوس دي؟ الحمد لله. عارف يعني تمسك ايدك وتعيش ب70 جنيه في اليوم؟ اه عم ماشي نفسنا. طيب الحمد لله. الحمد لله. احنا ممكن نشوف حد من قرايبك؟ ماشي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بتدرس في مصر؟ اه سجلت السنة دي أولى جامعة. تمام، أنت أخدت ثانوية عامة منين؟ من مصر. من هنا. أخدت ثانوية عامة مصرية؟ اه مصرية. وكان تقديرك كام في المية؟ جبت 98 و 98 و 1/10. طيب حلو قوي، 98 و 1/10، أنت متفوق يا ابني. الحمد لله. سجلت في كلية ولا لسه؟ اه سجلت طب أسنان القاهرة. طب أسنان جامعة القاهرة؟ اه. وابتديت دراسة فعلا؟ اه بدأت زي بتاعت العام الدراسي. طيب هل عندك اي مشاكل في الجامعه في الدراسه ولا الامور ماشيه كويس معاك؟ على بالنسبه للدراسه يعني انا عم بدرس منتظم فيها، بس قبول قالوا لي ساعه قريب كده تسعة، بس هي ملفات تاخرت شويه لسه ما تقبلتش. يعني هو في تاخير في قبول الملف بتاعك؟ هو بشكل عام كل الملفات، يعني مش بس انا مش السوريين فقط. اه لا، كل الجنسيات. تمام. انت حاسس بقى ان الملف بتاعك هيتقبل ولا هيبقى فيه مشاكل؟ لا هو ان شاء الله هيتقبل. اصل رحت وكلت الوزاره وقالت لي خلاص تحل الموضوع. انا رحت لها، وخصوصا انه انا يعني زي الطالب المصري واخد الثانويه العامه من مصر، وبقى قالت لي يعني لو حصل يعني خلاف بخصوص القبول ده، يعني لو كل الطلاب رفضوهم المفروض انك انت تتقبل عشان زي الطالب المصري. انت اخذت ثانويه عامه من مصر؟ آه.